مرة كنت قاعد بالبيت مبسوط وفاتح انترنت عم دردش مع رفقاتي والملل معوفني حياتي مو ناقص إلا يجي الوالد يسلمني بحكياته ويزيده ويطرقني من كعبة دست محاضرة طويلة عريضة هلا صرت قد الشنتير تتصرف مثل الولاد ولساتو عقلك صغير ولسا ما تلعب بالالعاب ما تفقش لي بالانترنت بدل ما تقرا لك شي كتاب اللي بعمرك صار عنده عيله وبيت وسياره بكابو انا كنت بسابع نومي عم بحلم حلم غريب كتير عمشان ارفع راسه لابي بدي سوي عمل خطير بدي روح انا ورفقاتي مشان نحرر الجوله حكم البركه بالشباب كل واحد قد الفدان وزعنا بيناتنا المهام وقائد الجيش طبعا حسام ورده على استلم والرادار ما رح تخفى علينا الاسرار وهاني مهندس القنابل مع الفجل بيعمل عماي وكمان ايهم ومعتز وباشا ما بتهمنا حتى الميركافا وجاي معنا حمز الخطير رح نفعصهم مثل الصراصير جمعنا كل شلت المساطيل جايينك يا اسرائيل والصبح اجا اليوم الموعود قدام البناء اجتمعوا الجنود ساوينا تفق وضربنا تحية كله جاهز للعملية والشوفير جاب السوزوكي نفسه ابواء الساسوكي وحمز كالعادة من قدام طلقنا ونزلنا الفرام حطينا اغاني وطنية طالعين عملية فدائية يا صهيوني يا اقرع معنا هاني وحمز الاقدع يا بتستسلم يا منخلع بليل يا عيني بليل ابوائل على غير العادة ماشي على 160 حكم المازوت صاير رخيص وما في غالي غير البنزين اول نص ساعة عالطريق اكلنا شي 5 مخالفات حطينا 500 بخشش للشرطة هي غير تبوي سديات وبس وصلنا عالساحة ما لقينا ولا اي مخلوق اتارينا نحنا الرجال والاسرائيلية هن الخروق وكأنه اجا يوم القيامة والدنيا صارت تمطر عالم والارض صارت تنبع جنود صار في مليون بني ادم يا صهيوني يا من تنادي نحن لك في المرصدة كفر الحكم وبدينا القتال بدنا نربح ما في مجال يا شباب تعوا اسمعوا الاخبار هلا اجاني خبر عاجل قال العدو طحش علينا شو ما يحكوا يا باطل اهم الفحل نزع معركة او قلبه وسحب الزنار انصر البنطلون من نص الساحة وقعد يبكي مثل الصغار نطل لك حمز الخطير عامل لي حاله جراندي زرير قد يقفز يضرب ويطير ويطلق من عيونه الليزر صار له من نص ساعة مو اكل ما حدا من شره سلمان اكل الاخضر واليابس والحمد لله ما نوجوعان ما في بقلبه جنس الرحمة سواهن شاورما ولحمة وكلنا قاعدين عم نتقاتل وباشا حلقوا في العلالة ريد بولي بيعطيك جوانح شو هيدا يا هم ملالة وجبنا البشار وعدنا نتفرج كيف نعتز قاعد يدحرج يفعصهم واحد ورا واحد من غضبه ما في ولا مخرج هو فخر صناعة الحسكاوية هو من عندهم متخرج فيكن تعتبروا هذا تسلاي لانه لسه ما نزل سلاحنا الاساسي كنا مخبينه لوقت الحاجة مخلينه سرع الكراسي صار له من اول ما وصلنا عم يحشي بطنه بالاكل خلص كل شي جابينه معنا وفينا 10 كيلو فجل نزلنا كلنا جوا الخنادق لانه اجا وقت سلاحنا الخارق حطينا الاقنعة الغازية شو هو قنبلة نووية لا هو اكبر من هيك بكتير يلا تخبوا يا شطاطير بس طلعنا نشوف اللي صار تفاجأنا بكمية الدمار ما حدا نجي من الانفجار يا ما تختنا قيام انتحار هيك نحنا حررنا جولان ورجعنا ونحنا منتصرين ترقبونا في الحلقة الجاي رايحين نحرر فلسطين